السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض سمك السلمون في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة، ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. نبدأ ونقول بسم الله ونشوف هنجهزها مع بعض ازاي. البداية هنحتاج لاربع فصوص من الثوم المهروس، لعصير ليمون، لزيت زيتون، لشبت، بابريكا، كركم، زعتر، ملح وفلفل اسمر، ونبدأ نجهزه مع بعض. هنزل بزيت الزيتون وعليه عصير الليمون والتوابل والثوم المهروس، واخلط المكونات مع بعض. ودلوقتي هنزل بالشبت المفروم، وبعد ما خلطت جميع المكونات مع بعض أبدأ أتبل بيها السمك السلمون. وبعد ما تبلت السمك بالشكل ده في صينية فيها ورقة زبدة أرص فيها السمك. دلوقتي بندخل السمك فرن ساخن مسبك درجة حرارة متوسطة من 3 ساعة ل25 دقيقة. في البداية طبعا بنغطيه بورق زبدة، اخر 5 دقايق بنشيل ورق الزبدة. وبما اني هعمل خضار سوتيه جنب السمك السلموني، باخد شوية من التتبيلة بتاعت السمك وبحطها على الخضار وبقلبهم مع بعض. طبعا احسن طريقة للخضار السوتيه عشان يطلع معانا مظبوط في حلة فيها مية على النار، وبنحط عليها المصفى وبنغطيها، الخضار يستوي معانا على البخار. دلوقتي هنعمل مع بعض صوص الليمون للسمك السلمون. في البداية في مقلة هنزل بيها بعصير ليمون، بفضل اقلب في عصير الليمون بالشكل ده لحد ما يتبخر معانا. دلوقتي انزل بالزبدة وافضل اقلب الزبدة لحد ما تسيح معانا والقوام يتقل. دلوقتي انزل برشة من الملح. دلوقتي انزل عليها بشبت مفروم او اي خضرة متوفرة عندكم، بقدونس. ودلوقتي انزل عليه بمعلقة صغيرة من الدقيق. وبعد ما ضفت معلقة من الدقيق ضفت ليها كريمة الطبخ، بفضل اقلبها بالشكل ده لحد ما القوام بيتقل معانا وبيكون ده شكلها. ده شكل السمك بعد ما فات عليه 20 دقيقة. بشيل من عليه ورقة الزبدة وبسيبه لحد ما ياخد لون ذهبي معانا. وده شكل السمك السلمون اللي عملناه مع بعض، وصوص الليمون بالكريمة والخضار السوتيه. ان شاء الله تجربوه يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.